سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. عطوني كتاب واش من أغنية؟ الدرسة. على بالي بلي الأولياء اليوم ماذا بهم نغنوا هذه الأغنية تاع الدرسة باش الدراري كامل يعودوا يستعملوا الفرشاة والمعجون. يا أحبائي على بالكم بلي غسل الأسنان البروساج دي دون اي تري امبورطون، مهم جدا جدا جدا، على الأقل مرتين في اليوم على الأقل، وانتم يا أحبائي لازم ثلاث مرات، ولكن لازم تتعلموا من الأولياء تاعكم كيفاش تغسل الأسنان. لازم أول شيء لازم على الأقل دقيقتين حتى لثلاث دقائق، ماشي هذاك تغسلهم تاع 15 ثانية وخلاص، لا لا، دقيقتين حتى لثلاث دقائق، هذه واحدة. ثانيا الفرشاة لازمها تتغير كل ثلاث شهور. يا أولياء من فضلكم تقدروا ديروا لعبة مع الأطفال، في بداية كل فصل تغيروا الفرشاة، بداية فصل الربيع نغيروا الفرشاة، بداية فصل الصيف نبدلوا الفرشاة، فصل الخريف، فصل الشتاء، في كل فصل نغيروا الفرشاة، مهم جدا جدا جدا. هذه الأغنية تاع طفل ما كانش يغسل سنانه بالفرشاة، أي وجعته درسه في الليل، وعلى بالكم المشكلة تاع الدرس أنها توجع في الليل ما تجيش في النهار، وفي الليل وبالمرة تجي في نهاية الأسبوع. إذن باش نتفاداو هاد المشاكل هادو كامل لازم نغسلوا أسناننا بالفرشاة ثلاث مرات في اليوم يا أحبائي. إذن طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيا، يا ماما ويا بابا شوفوا اللي صاير فيا. برافو. طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيا، يا ماما ويا بابا شوفوا اللي صاير فيا. برافو. إذن الدرسة صفحة 8 تغنوا كامل معايا، طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيا، يا بابا ويا ماما شوفوا اللي صاري بيا، ادوني عند الطبيب بديت نتقلق شوية. إذن درسي، إذا الدرسة يلا كامل معايا، وإن شاء الله بعد هذه الأغنية كامل يا أطفال تغسلوا أسنانكم بالفرشاة والمعجون ثلاث مرات في اليوم يا أخي. إذا الدرسة يلا.
ولدي بلاك صبر عليا حتى يطلع النهار ويبان الحال شوية والطبيب راهو نايم نايم نومة هانية يا كنايا وصيتك غسل سنانك العشية بالفرشات والمعجون اغسلهم مصبح وعشية وزيد تهلا فيهم تبقى سنانك قوية والسوسة ما تعرفهم تبقى دايما محمية أحبائي غسل الأسنان بالفرشات والمعجون مهم جدا 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 هذه على غرار غسل الأيدي كذلك غسل الأيدي بعد اللعب بعد لما نعود للبيت بعد الأكل قبل الأكل مهم جدا 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 الصحة مهمة يا أحبائي الأطفال يا أخي أعطيني كتاب وش من أغنية نغنو التركة وش من أغنية علم الجزائر نغنو بيان سور كاين تاني أسرتي المزرعة أسرتي ساعي البريد جميلة كذلك يلا ساعي البريد هيا ساعي البريد ساعي البريد على بالي الفاكتور كامل نحبوه بصح الدراري هذوك ما يقراوش مليح يخافوا يجيب البولتان ما يحبوش بزاف ولكن يا أحبائي ساعي البريد مهم جدا في حياتنا كم الناس اللي يخدموا باش يسهلون الحياة نتاعنا لازم نديروا لهم تقدير ونحبوهم إذن ساعي البريد ما تحمل أسنى تشوف نوريك ساعي البريد هاوليك فوالا صفحة 13 يلا غنوا معايا وراو صديقي خلوا صديقي يبان روحي منا تعال قدموا شوية نغنوا ساعي البريد يلا صفحة 13 هسنا تشوف مازال هاي لك ساعي البريد يلا ساعي البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ساعي البريد ما عندي بريد مستعجل ماذا يا ترى فيه يا ترى أخبار طبعا أجمل محفظتي على كتفي أحملها في كل مكان فيها طرود ورسائل تحمل أخبار الخلان محفظتي على كتفي أحملها في كل مكان فيها برود ورسائل تحمل أخبار الخلال ساعي البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ساعي البريد ما تحمل عندي بريد مستعجل ماذا يترى فيه يا ترى أخبار طبعا أجمل فلباسي محلاه ألبسه في كل صباح يعرفني كل الناس وتأتي معي الأفراح فلباسي محلاه
ألبسه في كل صباح يعرفني كل الناس وتأتي معي الأفراح. سعيد بريد ما تحمل عندي بريد مستعجل. سعيد بريد ما تحمل عندي بريد مستعجل. ماذا يا ترى فيه يا ترى؟ أخبار طبعا أجمل. دراجتي توصلني لأي مكان أغدو، أركبها في كل صباح أمطار حر برد. دراجتي توصلني لأي مكان أغدو، أركبها في كل صباح أمطار حر برد. سعيد بريد ما تحمل عندي بريد مستعجل. سعيد بريد ما تحمل عندي بريد مستعجل. ماذا يا ترى فيه يا ترى؟ أخبار طبعا أجمل. ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوما، وسلوك أخلاق ترافق عملي دوما. ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوما، وسلوك أخلاق ترافق عملي دوما. سلوك وأخلاق ترافق عملي دوما. أحبائي، السلوك والأخلاق مهمة جدا 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 في أي عمل. الإنسان لما تكون عنده سلوك وأخلاق حسنة الناس كامل تحبه، والعمل تاعه يوصل للقلب. إذن ساعي البريد ما تحمل، عندي بريد مستعجل. عندي وش من الأغنية حبيتو؟ علم الجزائر ذوك نغنوها. كاين كاين أغنية أنا نحبها بزاف، وش هي؟ غنوا معنا. زيد واحد أخرى. كاين أغنية جميلة، وش الجد؟ كاين أغنية الجد. الجد مهمة جدا. وش نقول فيها الجد؟ وين راهي؟ الجد وين؟ وش من صفحة الجد؟ 20 20 الجد. الجد نقول فيها يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. أنا واش يعجبني هنا؟ راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. أحبائي مهم جدا، وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو. أحبائي مهم جدا الإنسان أنه يقسم وقته. إذن الجد يلا معي. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد،
هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر لجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجد واللهو ما بين الجد واللهو فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو ما بين الجد واللهو فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر لجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن سابق واشغل واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى من بين الغايات المثلى فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد برافو 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 فالدنيا ميدان الكد يا أحبائي الاجتهاد حاجة ما تجي سهلة في الدنيا هذه لازم الاجتهاد ثم الاجتهاد أرواحي أرواحي تعالي 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 وش راكي وش راكي توحشتي عمو يزيد ايه واش تقولي له ايه الله يبارك واسمك الله يبارك هيا قعدي معايا هيا قعدي معايا ديروا لها بلاصه جميله لصديقتي يلا رمشي لهم منا 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 هاي شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية واسمك بنتي يسرى يسرى هاكي الشابة وش هاكي لابسة يسرى قفطان قفطان ولا قدامك شكون واسمك بنتي ماريا ماريا هاكي لابسة قفطان تاني الله يبارك شحال في عمرك ماريا 8 سنين 8 سنين وانت شحال في عمرك بنتي 9 سنين 9 سنين وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية اليوم برافو 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 تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها اليوم العالمي للحماية المدنية هو يوم أول مارس عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها رجل الإطفاء لازم كما قلت لكم مقبلة نديروا تقدير الكامل الناس اللي في المجتمع بفضلهم هما اللي شقاو باش نكونوا احنا مرتاحين نقول فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار إذن رجل الإطفاء ما أروى رجل الإطفاء فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار برافو على استعداد ليل نهار إذن رجل الإطفاء يلا معايا كامل بالصحة تحية رجال الحماية المدنية يلا معايا ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار
معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة أو منع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، تحملت شتى الأعباء لخدمة أو منع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. برافو 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 برافو، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي، رجل الإطفاء عنصر مهم جدا في المجتمع، هو رجال الحماية المدنية هما الأولين اللي نكلمهم لما نكونوا عندنا أي مشكل أي استعجال. أنا شرطي والمرور كلي 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 بهجة وسرور، أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور، أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور كلي
بهجة وسرور. حاربوا الإجرام وخففوا الزحام وساعدوا الأطفال شجاع مقدام. وحاربوا الإجرام وخففوا الزحام وساعدوا الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور كل بهجة وسرور. أحفظ النظام وحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام وحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. برافو برافو برافو. وش رأيكم عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها يا كتابي؟ هي صفحة 3 أول أغنية تبعوا معايا. أول أغنية صفحة رقم 3. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. إذن أحبائي، إذن كامل تغنوا معايا يا كتابي يا أنيسي. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك علم وعلوم أبتلي منها المعالي، لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي. فيك علم وعلوم أبتلي منها المعالي، لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب، وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب. فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب، وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك السيرة عن نبينا أحمد خير الرسل، والصحابة تابعين كلهم كانوا المثل. فيك السيرة عن نبينا أحمد خير الرسل، والصحابة تابعين كلهم كانوا المثل. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام.
فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى، حيوان ونبات كل ما يدعو السؤال. فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى، حيوان ونبات كل ما يدعو السؤال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. عجبتني بزاف الحفلة تاع عمو يزيد، ويتمنى في العام الجاي يزيدوا يديروها. اليوم درنا الحفلة تاع عمو يزيد وكانت حفلة رائعة. بارك الله فيكم على الحفلة، هذا الأولاد فرحتوهم وفرحهم مع عمو يزيد، بارك الله فيهم. يعطيها الصحة عمو يزيد، ونشكره كاع من المجهولات اللي بدلها، وأحسن أغاني اللي دارها سورتو تاع الجدة تاع المزرعة. ومع السلامة، يعطيه الصحة. صحة عمو يزيد.